شوف اوجاني ما فيش تسلل، اوجاني انطلق مش هيعمل بالكره، اوجاني يدخل داخل منطقه 18 متر و... امام مجار والهدف الاول، مجار يبدا باب التسجيل في الدقيقه 37 من الشوط الاول، هدف مقابل صفر لصالح الفريق الجزائري، هدف لربما راح يحرر عناصر الفريق الوطني في هذا اللقاء، اللقاء اللي يعتبر مصيري، فرحة كبيرة بالنسبة للفريق الجزائري في هذه المقابلة، والهدف الأول. نشوف الإعادة، من أوجاني، لقطة جميلة وسريعة، والهدف الأول من إمضاء اللاعب ماجار. هكذا ينبغي على الفريق الوطني إذا أراد أن يفوز باللقاء، ينبغي من تكثيف الهجمات خاصة عن الجناح الأيمن والجناح الأيسر، لأنه كل فرق أو كل دفاع الفريق النيجيري فهو مركز في الوسط ويترك ثغرات على الجهة اليمنى. ونصيري من المغرب وكالدريس من جوزيه موريس. من حوالي 20 متر مباشرة، اثنين مقابل صفر، وفرحة كبيرة عند الجمهور. هدف ثاني كان منتظر، رغم الجمهور، رغم الجدار، المتكون من 8 لاعبين، تمكن اللاعب ماجير من إضافة الهدف الثاني هكذا، وفي الدقيقة 12 يتمكن اللاعب هذا من إضافة الهدف الثاني. اثنين مقابل صفر، وينبغي على الفريق الوطني ان يزيد في بذل المجهود. ماجير ينطلق، ماجير وامامه كل من مناد، وكذلك مناد وجه لوجه مع الحارس. مناد والهدف الثالث، ماجير مناد، ومناد يسجل هذا الهدف الثالث. مناد اللاعب الممتاز، مناد يضيف الهدف الثالث، 3-0 لصالح الفريق الوطني، وهكذا الفريق الوطني يأخذ بالثأر. 3-0 بالنسبة لنيجيريا في سنة 80، واليوم الفريق الجزائري شوف اللقطة، ومناد، لا مناد، والهدف الرابع، يا سلام، مناد والهدف الرابع، 4-0. وهدف، من امضاء اللاعب رقم 11، الهدف ما كانش من صالح الفريق الوطني. محاولة عن طريق اللاعب مناد، في اتجاه عماني، والهدف الخامس، يا سلام، عماني والهدف الخامس، 5-1 لصالح الفريق الوطني. كنت أتمنى أن الفريق الوطني يضيف الهدف الخامس، وهكذا يتمكن، اللاعب عماني من إضافة الهدف الخامس. عماني ممتاز، 5-1 لصالح الفريق الوطني.